مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك باسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من عناصر إرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تناول تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وأشاد الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تكثيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات العملاقة مع كافة مؤسسات الدولة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من فريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب عن خالص التعازي في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت غرب سيناء، مؤكدا تضامن ومساندة السودان لمصر في جهود مكافحة الإرهاب. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان التي تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين شعبي وادي النيل. وصل البحارة المصريون 20 الذين تم التأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وعادتهم للوطن سالمين. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي على إنهاء أزمتهم. أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين احتياطيا وإيداع 10 آخرين بإحدى دور الملاحظة تتراوح أمرهم بين 13 عاما إلى 15 عاما، وذلك على ذمة التحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم. تحتفل روسيا بالذكرى 77 للانتصار على ألمانيا في العام 1945، ونشاهد الآن عرضا عسكريا من الساحة الحمراء بموسكو. Парад! Ира! Для встречи слева! Накра! У!
товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков. تابعنا عرضا عسكريا احتفالا بالذكرى 77 لعيد النصر في روسيا، حيث شارك 11,000 عسكريا في العرض الذي يجري بالساحة الحمراء. ختام موجز التاسعة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.